سؤال كمان في أسئلة عن الخطايا العادية، أنا بعاني من شهوات كثيرة مش عارف أعمل إيه. بص، حرب الشهوة مرتبطة طبعا بظروف كثيرة، بالعينين والودان والأصدقاء، أهم ثلاث حاجات، والفراغ. احفظ عينيك واحفظ ودانك ونقي أصحابك وما تسيبش الوقت الفاضي يبقى فاضي، تلاقي الغلط يقل، لأنه الفراغ يخلي الأفكار تلخبط والعينين تلم صور وحشة، يخلي الجسد يهيج ويتعب. فحافظ على نفسك، لأن المسيح علمنا له المجد سراج الجسد هو العين، لو كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. فحرب الشهوات عادة تبدأ بالعين. وطبعا الإنسان اللي يصلي كتير ويحفظ مزامير ويقول اسم ربنا يسوع كتير ويعمل مطانيات ويجاهد، ربنا بيديله نعمة يتنقى بسرعة. اللي يحفظ أجزاء من الإنجيل، اللي يبقى دايما بيتناول بأمانة، اللي بيتوب ويعترف بانتظام، كل ده يطرد الشهوات بسرعة.